كذلك لما اشتد القتال في اليمامة بين المسلمين وبنو حنيفة، وهؤلاء قوم أشداء، رجال حرب، خلق الله للقتال رجالا ورجالا لقصعة وثريد. هذا تلقاه مثل أبو طلح الأنصاري، هذا يعشق الصفوف الأولى، يعني تبي تضايقه خله ورا، أوه كأنك هنت، حطه بالصف الأول، هو الفارس المغوار، وهم الأنصار. الأنصار يقلون عند الطمع، لما الرسول بيوزع فلوس والدنيا يدورهم، مالك تعال خذ سهمك، ينادونه. وإذا صار فزع أوائل الناس، كل واحد متسلح وطالع أمام الرسول، حاضر يا محمد أمرني بس. ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، اعتنى الله سبحانه وتعالى شرفهم بهذا.